خليها البنت بقى ما تصحى. ماشي تعالى يا حبيبي، خد يا حبيبي، خد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على السلامة يا حبيبتي. وحشناكي ولا نسيتي حاجة؟ مش قلت لك مفيش بيت هيشيل؟ نحط لساننا في بقنا بقى ضحى بقى. الفلوس كاملة زي ما انت كنت عايزة، مش ناقصة حاجة. يا سيم انت هتدب علينا يا اختي، فلوسك هتتحسب وهتاخديها على الجزمه. انت مالك في حنين؟ ماليش. كريم حبيبي تاني يا كريم، فاست فود؟ ما انا عامله لك اكل وسايبهولك. انت ايه اللي جابك بقى دي؟ الريحه دي ايه اللي جاب السجاير دي هنا؟ السجاير دي بتاعت مين؟ دي سجاير يا لبنى. كيمو ما بيدخنش، لو بيدخن هيقول لابوه، مش كده يا واد؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ مفيش، كنت معدي بالصدفه وقلت اطلع اقعد معاه شويه، انا عارف انك الوقت ده بتبقي في الشغل. خش جوه يا كريم. لسه باكل. خد اكلك وخش جوه، كل في المطبخ. يلا خلاص يلا خش يا حبيبي جوه. خش، ماما شكلها عايزه تقول لي كلمتين حلوين. بقول لك ايه، الويك اند اللي جاي هنروح السخنه، وخلص مذاكرتك ما تجيليش بكتبك. النهارده الصبح مسكت المسدس وكنت هقتل واحدة، تخيلي. بقيت ادور على اي حاجة تخليني ما اعملش المصيبة دي، وانت عارفة لا ليا اهل ولا اصحاب ولا اي حد افضفض معاه. قلت اطلع اقعد مع الواد شوية يمكن يفصلني وينسيني. يا سلام، كده انت بقى اكلتني بالكلام ومش هعرف ارد عليك، صح؟ لا لا لا، انا بتكلم بجد والله، مش بسرح بيك، انا فعلا كنت هقتل واحدة النهارده الصبح. اكيد واحدة من الناس الزبالة اللي انت عايش معاهم ولا اللي انت مشغلهم. تخيلي واحدة نظيفة وأول مرة توسخ وسخت معايا. أنا ما يخصنيش الكلام ده، أنا كل اللي يهمني الاتفاق اللي بيني وبينك. كفاية قوي إني بسيبه يقعد معاك في الويك إند، وربنا وحده بس اللي عالم هو بيشوف إيه من القرف اللي أنت عايش فيه هناك. بقول لك إيه، أنا ممكن آخد كريم بالقانون، أنا سايبه لك بمزاجي. لا يا هشام، أنت مش سايبه بمزاجك، أنت سايبه عشان ما يشوفش العيشة اللي أنت عايشها ويشوفك على حقيقتك. وأظن ما يشرفكش إنه يشوفك على حقيقتك. خلاص أنا مش، أنا آسف. يا كيمو ما تنساش بقى الويك إند. ها باي. إنما إيه الحلاوة اللي أنت فيها دي؟ ها باي. كم مرة قلت لك ما تفتحش الباب لحد وانت لوحدك؟ قلت ولا ما قلتش؟ حد مين؟ ده ابويا. ايا كان. وايه اللي ايا كان؟ بقول لك يا ماما، المشاكل اللي بينك وبين بابا دي انا ماليش دعوة بيها. ده ابويا لما يخبط على الباب مش هقول له استنى استأذن من ماما. انا ما قلتش تستأذن، بس على الأقل تكلمني وتعرفني انه موجود هنا. ده عشان تيجي تطرديه زي ما عملتي، صح؟ لا، عشان ما اجيش الاقي البيت كله ريحته سجاير، ولا حضرتك قاعد بتاكل في اكل مقرف من بره، وانا قاعدة سهرانة طول الليل اعمل لك في اكل عشان ترجع تلاقي اكل. خش جوا. اوكي احنا كده تمام، بس بص يا مدام رانيا، انا مش هقدر اديلك الميزانيه النهائيه دلوقتي خالص. ليه يعني؟
علشان انا مش هشتغل مع نفس الصناعيه اللي انا متعود اشتغل معاهم في شركتي. انت فاهمه طبعا ممكن اي واحد فيهم يزعل مني لاي سبب إن كان فيتكلم، وساعتها بقى هلاقي نفسي بره الشركه في صمتي. يعني انت محتاج تشوف الصناعيه التانيين الاول. بالظبط كده، يعني اي ميزانيه هقولها لحضرتك دلوقتي اكيد هيبقى فيها هامش 20% زياده او اقل. انت فاهمه طبعا الناس دولت ما لهمش تسعيره محدده، دول بيشتغلوا على حسب مزاجهم وزي ما هم عاوزين. اوكي، عموما انا نرمين قالت لي ما تقلقيش منه خالص، وانا بثق فيها ثقه عمياء، بس اهم حاجه عندي مواعيد، يعني لازم اخد الفيلا وتكون خلصانه خالص قبل رمضان. اشمعنى قبل رمضان يعني؟ رمضان يعني اجازه، بعدين عيد صغير، عيد كبير، ودخلنا في سنه. واضح ان حضرتك شطبتي حاجات كتير قبل كده، مش اول مره يعني. يا ده انا طلع عيني. رد دي رابع ولا خامس مره حد بيكلمك. هي دي المدام؟ ايه ده، هي باينه قوي كده، مفضوح انا قوي كده يعني. طب معلش رد بس عشان نعرف نتكلم مع بعض. عندك حق، ما انا لو ما ردتش مش هنعرف نقول كلمتين على بعض. بعد اذنك. الو؟ ايوه حبيبتي. انت ما بتردش ليه؟ لا ابدا، اصل انا في ميتنج شغل كده. ميتنج شغل؟ انا سامعك الكسات. انت مع نرمين؟ يا ستي ارحميني بقى، والله العظيم ثلاثة وحياة زينة وزياد أنا مش مع نرمين، أنا قاعد مع عميلة تانية خالص وقاعدين في كافيه. بقولك إيه، ما تصدعينيش، لما أجيلك أبحكيلك على كل حاجة. المهم أنت متصلة ليه أساساً؟ ماشي يا عمر. رجعت من الجيم لقيت داليا سايبة البيت ولما هدومها. إيه؟ طيب أنا هتصرف. سلام دلوقتي. ايوه يلا يا كمال عايزين ناكل. حاضر. ايه حاضر دي؟ بتعمل ايه عندك؟ هكون بعمل ايه يعني؟ هكون بعمل ايه؟ والله ما انا فاهمه اللي بيقعدوا في الحمام بالساعه دول بيعملوا ايه. يعني كنت بتشتغلني وبتقولي معيش فلوس ها؟ يعني انت اللي واخده الفلوس دي والفلوس اللي قبلها يا حراميه. انا حراميه يا ابن الورا؟ اوه يا بنت العبد. يا بنت هدوا بقى، تهدوا تلموا. طب يا بنت عضني مش هتضربني ازاي يا ماما؟ بس اتهدوا بقى، بقول لك ايه؟ السلام عليكم. وعليكم السلام يا اخوي. هو ده بيت الاستاذ هاني؟ مفيش فلوس. نعم؟ بقول لك مفيش فلوس. لا حضرتك فلوس ايه؟ انا مش عاوز فلوس، انا بس كنت بسأل. ايوه يعني انت مين؟ عاوز ايه؟ انا عمر. عمر مين؟ عمر اخو داليا مرات الاستاذ هاني. هو ده بيت الاستاذ هاني ده ولا ده؟ انا جيت غلط باين ولا بيته. طيب هي داليا موجوده؟ موجوده في اوضتها اللي في الاخر دي المقفوله. مقفوله؟ انتوا حابسينها ولا ايه؟ حابسينها ايه يا حبيبي؟ طيب. هي بتحب تقفل على نفسها. طب ممكن ادخل لها؟ يا اخويا اتفضل. شكرا ميرسي. لا استنى هنا. لا في ايه؟ ايه في ايه؟ انا لسه ماسحه الارض، اتفضل اقلع الجزمه دي لا مؤاخذه يعني. مسحه؟ ده موكيت مسحه تحتيه وكنسل. حاضر، لا مؤاخذه لا مؤاخذه لا مؤاخذه. لا مؤاخذه الجزمه حضرتك. ما تخافش حبيبي سيبان. ما خافش؟ اوكي اتفضل. اوكي ادخل لها؟ ادخل لها. شكرا شكرا شكرا. هاتي بقى ال 100 جنيه. يا دي يا ابني دلوقتي يا ولد. يلا بقى سيبك غير ال 100 جنيه. والله العظيم لا خطر. استنى بقى خليني اشوف العباب ده. قلت لك قومي لمي هدومك وحاجتك وتفضلي تعالي معايا. وانا ما بنفذش كلام حد غير جوزي يا عمر. وجوزي لما رحت له السجن النهارده قال لي ارجعي بيتك. بيتك؟ ده بيتك يا داليا؟ ده بيتك؟ ايه ده؟ ايه ده؟ انت يا اخ، انت خدتنا في دوكا كده. انا مش عرفني ان انت اخوه. نعم نعم الله عليك. انا مش عرفني ان انت مش راجل غريب. طلع لها البطاقه يا عمر. نعم يا اختي.
معلش يا عمر، طلع لها البطاقة أحسن ما يقولوا على أختك، واحدة بطالة بتجيب الرجالة الغرب لحد باب الأوضة. ده بجد؟ طلع لها البطاقة. اتفضلي. المندوه. ماشي ماشي. تشرب حاجة؟ شربت خلاص. واجبك وصل يا طنط، لو سمحتي خدي الباب في ايدك. من غير ولا نفس ولا عاوز اسمع كلمة واحدة تقومي تلمي كل هدومك وتتفضلي تيجي معايا، واوعي تقولي لي جوزي قال لي. قال لك القل وتعب السر فوق نافوخك. اتفضلي يلا. امشي يا عمر، انا مش هسيب هنا. يا نهار اسود يا نهار اسود، انت يا بنت انت معمول لك غسيل مخ ولا معمول لك ايه؟ ما تفتحي كده وتشوفي انت عايشه فين. ده مش بيت بني ادمين يا ماما، ده بيت زواحف، والسحليه اللي بره دي ممكن تاكلك في اي وقت. ممكن لو سمحت توطي صوتك، عشان السحليه دي ممكن تبقى واقفه على الباب بتتصنت علينا. كمان وطي صوتك كمان، سحليه وبتسمع. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. انا مش قادر افهم انت بتعملي في نفسك كده ليه. انت نسيتي انت كنتي ايه؟ انت كنتي دلوعتنا، ده انت كنتي قمر. بصي لنفسك في المرايه بقى شكلك عامل ازاي دلوقتي. وانا كبيره يا عمر، والكبير بيتحمل نتيجه تصرفاته، وانا عارفه انا بعمل ايه. بلاش كلام فارغ ولعب عيال يا بنتي. يا بنتي انفدي بجلدك بدل ما رجلك تغرس في المستنقع اللي انت عايشه فيه ده اكتر من كده. انت دلوقتي فرصتك كويسه، الحمد لله انك انت لسه ما خلفتيش. وده ايه ده بقى ان شاء الله؟ بتضحكي على ايه؟ عشان هما برضو بيحمدوا ربنا ان انا ما خلفتش من ابنهم. الناس دي مش طايقيني وبيعاملوني اقذر معامله، وبيحاولوا يطفشوني النهارده قبل بكره. بس اللي انتوا كلكم ما تعرفوهوش ان انا وهاني بنحب بعض بجد، وحتى لو كانت ظروفنا اسوأ من كده مش هنسيب بعض. فارتاحوا بقى. ماشي براحتك يا دل، انتحري بالطريقه اللي انت عاوزاها. وقت ما تحسي كده انك انت عاوزه تصرخي من اللي جواكي ابعد عليلي زي ما طول عمرك بتجيلي. هتلاقيني مستنيكي ومستعده اسمعك. وما تخافيش، مش هقول لحد من اخواتك على اللي عرفته عن هاني. هيفضل زي ما هو في الغردقه. انا ماشي، يا ترى بقى هلاقي الجزمة ولا هروح حافي؟ عمر أنا آسفة جدا على اللي حصل لك النهاردة بسببي. على فكرة داليا، هما مش بيعاملوكي وحش علشان عاوزين يطفشوكي وبس، هما بيعاملوكي كده علشان شايفينك رخيصة. رخيصة يا بنت المندوب، بيحتقروكي يا داليا. عارفه ليه؟ عشان انت بالنسبه لهم واحده باعت اهلها واتجوزت من وراهم، فسهل جدا انها تبيع جوزها وفي اي وقت. عن اذنك.